سايكولوجيكال ايموشنال ديس اوردر في العيانين بتوعنا اساسا ما همش يعني مين اعتبرهمش عيانين، هم واحده جايه سيكينج فور فيرتيليتي. الفيرتيليتي از موستلي دايركتد تو وومن هو ار موستلي هيلثي، اساسا عينينا في الغالب هم اساسا هيلثي ما عندهمش مشاكل. وبما ان اتش اس اس از ذا موست دينجرس كومبليكيشن في الفيرتيليتي تريتمنت، فالمفروض ان احنا نحاول كل الدكاتره كل اللي يديل في الفيرتيليتي فيلد او ايفن اللي ما هماش انفيرتيليتي دكتور، طبعا الجينيكولوجيكال مهم جدا، ولكن ايفن عيانين اللي هم البطنه جنرال سيرجن الرينال دي شود نو اتش اس اس. ديفينيشن اوفيرال هايبرسيميشن سيندروم از انكاونتر ان براكتس از ان ايتروجينيك كومبليكيشن او ايتروجينيك او كنترولد اوفيريان ستيمولشن typically associated with exogenous gonadotropin agent. يعني احنا ادينا من بره exogenous treatment ده typical form. احيانا ممكن نلاقيها مع الاورال، ولكن هي اساسا انجكتابل gonadotropin تاخده بزياده في عيانه هايبر سنسيتيف كريتيريا معينه فبيحصل لها او اتش اس اس. يبقى جدا انها تحصل في السبونتينيوس بريجننسي. الديسبوزنج فاكتورز ليها ايه؟ اي حاجه هتزود لي كومونيك جونادوتروبين زي مالتو بريجنانسي مولا بريجنانسي، او ان الكوميونيك جونادوتروبين مش عاليين ولكن ديس بيشنت السنسيتيف. النقطه دي مهمه جدا جدا نتكلم عليها، ان الاف اس اتش ريسبتور جين ميوتيشن ده من الحاجات اللي بتخلينا ايه، احنا في الغالب بنقول ان الاو اتش اس اس انا متوقعه ان العينه دي هيجيلها، العينه اللي عندها بي سي او متوقعه ان هيجيلها، العينه اللي جالها قبل كده هيستوري او اتش اس اس متوقعه ان هيجيلها. انما للاسف ان احنا واحنا بنعمل ستيميوليشن في عيانين كتير قوي ببقى مش متوقعه خالص من الاول ان دي بيشنت بالهاب او اتش اس اس، بخش عليها بدوز ممكن تكون عاليه والاقي ان هي ايفن جايبه نمبر او سايز ما هواش كتير وفي الاخر يجي لها او اتش اس اس. فدي تفسيرها اللي هو الاف اس اتش جين ميوتيشن. والهدف من ان انا بقول الكلام ده ان هي دكاتره مش غلط خالص ان انا اي كانوت بريدكت اكيس او اتش اس اس، وما اقولش ان لا ده دكتور ما كان زي ما قدرش يعمل بريدكشن للحاله دي، لا في حالات بتبقى ميزد مننا عشان موضوع الجين ميوتيشن. هي سيلف ليميتد ديس اوردر جنرال ريزولفز ان فيو دايز. يعني ايه؟ يعني هي في نار ولعت، النار دي في الاخر ستخمد، النار دي مش هتفضل مولعه على طول، النار دي ليها تايم ليميت، از ان احنا ما بنديهاش بنزين، از ان انا ما بديهاش هيومن كوريوم الجونادوتروبين، از ان انا ما بخشش عليها وبولعها زياده فهي هتخمد. فالراشونال بتاعنا في التريتمنت ان انا النار اللي انا هتولع وتزيد تخمد، ان انا عايزه من الاول احاول اعمل لها ديتكشن ايرلي وبعد كده امنتين البيشنت ديورنج ذيس بيريود لحد ما لوحدها النار دي فهي سيلف ليميتد ديس اوردر. Generally resolves in few days. Persists longer امتى بقى؟ لو انا النار دي قعدت اديها stimulation بايه؟ بالجنادوتروبين اللي هو ايه؟ اللي هو بالبريجنس. واللي هو اكتر بايه كمان؟ لو مالتيبل بريجنس. عشان كده في المانجمنت بتاعنا بتقول ان احنا لو قدرنا نمنع الكونسبشن في هذه الحالات هيكون فيري جود بروفيلاكسيس للسندروم دي. الاو اتش اس اس بتعمل مالتي اورجان ديسفانكشن. ودي مشكلة إن لو دخلنا لا قدر الله في كريتيكال كيس يبقى احنا محتاجين حد بتاع كدني، حد بتاع تشيست، أحيانا حد بتاع ليفر. حد أي سي يو. ما طبعا أي سي يو أكيد طبعا أي سي يو، بس هو الفكرة الأي سي يو مين اللي هيمانج؟ يعني هل دكتور الناس اللي هيمانج؟ هل دكتور الأي سي يو العادي اللي هيمانج؟ ولا هنجيب كمان حد رينال وحد ليفر؟ فلازم كل أورجن ابتدى يحصل له مشكلة لازم هجيب حد من هذا السبيشاليتي دي يبقى في المانجمنت بتاعي. ده انا كده بشبهها بايه؟ ده كان المرفا بتاع بيروت. ايه اللي حصل فيه؟ الناس جم في هذا المكان اللي هو اساسا هذا المكان سنسيتيف، في مراكب وفي مراكب فيها بنزين وفيها اكيد تنكات بنزين بتنور المراكب ديت، وجم عملوا ايه؟ راحوا قعدوا حطوا في متفجرات وبعد كده دي ولعت. فهي دي اركان الجريمه بتاعتنا في الاو اتش اس اس، ان في بيشنت، في اوفر ستيميوليشن، في هيومن كوميونيك جينيتال. الثلاثه دول لما يجتمعوا مع بعض
هتعمل لي الباثوفيزيولوجي وبوتش اس اس اللي هو اوفر ريسبونس من البيشنت زي ايه؟ زي عيانه اللي عندها بولي سيستك اوفري، زي العيانه اللي عندها اف اس اتش ريسبتور جين ميوتيشن. بولي سيستك اوفري انا هشخصها من قبل ما ابتدي السيميوليشن بتاعي، انما العيانه اللي عندها جين ميوتيشن انا مش هعرف الا ممكن بعد كده لو حصل لي مرض فتجيلي في المره الثانيه، انما اول مره انا مفاجئ ليها. اف اس اتش دوز ان انا العيانه دي المفروض كنت هديها دوز تو امبولز، انا اديت لها ثلاثه. المفروض كنت هديها تو امبولز دول فور 5 دايز او فور 10 دايز، لا ده انا طولت. المفروض ان انا كنت هتابعها كمان يومين ثلاثه، ده انا سرحت وشفتها متاخر فجت لي بقت هوفا بيسكوز. فالاف اس اتش دوز اند ذا فولو اوف ذيس دوز، احنا دايما بنعمل بندي دوز واشوف كويسه ولا لا، ادي الدوز وابص عليها اشوفها كويسه ولا لا، انا محتاج ازود، انا همشي على نفس الدوز، انا محتاج انقص، فيبقى الدوز. الحاجه الثانيه بقى اليومن كوميونال جلوتوبين وسايتس تو جي ان ار اتش اجونست تريجر اللي هو قلل معانا جدا جدا احتياجنا لان احنا نعمل تريجر للاوفيوليشن بالهيومن كوميونال جلوتوبين. لو حد مش فاهم معايا حاجه من الحاجات دي انا لسه الكلام ده هيتشرح تاني اكتر. يبقى احنا اللي بيزود HSS هو الهيومن كوميونال جلوتوبين من المالتيبل بريجنانسي من الميرور بريجنانسي او زمان لما كنا بنعمل ميتال سبورت. كنا زمان لما بنيجي بندي اندكشن اوفيوليشن لحد ما الفوليكل تبقى 18 وندي هيومن كوميونال جلوتوبين اللي هو ال HCG تو تريجر اوفيوليشن او فاينل اوسايد ماتيوريشن. زمان الكلام ده مثلا من 30 سنه مثلا حوالي 30 سنه كانت الناس بتدي هيومن كوميونال جلوتوبين از ميتال سبورت. وقفنا الكلام ده خالص وحاليا بنيجي بروجستيوم الاز بيتير سبورت. تاني ال اتش اس اس از ا سيلف ليميتد كونديشن موست كيسز سيلف ليميتنج ريكوايرز سبورتيف مانجمنت اند مونيتورنج وايل اويتنج ريزوليوشن. احيانا بعض العيانين هيحتاجوا البيشنت تريتمنت تو مانج السيمبتومز اند ريديوس ريسك اوف فيلز اوف كومبليكيشنز. ايه الباثوجينيس اوف او اتش اس اس؟ شايفين الشاشه ولا ايه عندنا الباثوجينيسيس؟ ان اول حاجه احنا عندنا في اف اس اتش احنا بنديه من بره يطلع مالتيبل فوليكلز. المالتيبل فوليكلز دول ممكن يكون الفوليكل بيطلع فاسكولار انديثيليال جروس فاكتور اللي هو اهم حاجه في تكمل الجروس بتاع الاو اتش اس اس بيطلعه كتير. هنخش عليها ب هيومن كوليوم جلوتوبين اكسوجينس اللي هو حقنه اللي هي كوريمون او اللي هي اللي احنا بنديها من بره ال 5000 او ال 10000 اللي هتريجر بيها الاوفيوليشن، يا اما دي دخلت عليها او ان العيانه دي حملت سواء حملت واحد او حملت اكتر فابتدت تطلع الاندوجينس هيومن كوليوم جلوتوبين. طيب دول كده طلع عندي باسكولار انديثيليال جروس فاكتور كتير جدا. هيروح على الفيسل وول يزود الكوريابيلتي. في بعض العيانين عندهم اللي هو الريسبتورز دول هايبر سنسيتيف عن العادي فبالتالي العيانين دول هم اللي بيجيلهم اتش اس اس. في الاخر هتطلع الـ اتش اس اس اللي هي اساسا عباره عن فاسكولار بيرميابيلتي سايت. تاني ادي هنا الاوفري حصل له ستيميليشن طلع بازو اكتيف فاكتور راحت على الفيسل وول ابتدت تعمل فازو دايليتيشن طلع الفلويد من الانتروسيلولار كومبارتمنت والاكسترا سيلولار كومبارتمنت في الجسم كله سواء اسايتس سواء هيدروسوركس سواء اديما. هيبتدي يقل الانترا فاسكولار فوليوم يبتدي يحصل تيشو اديما يحصل اسايتس وهيدروسوركس يحصل كومبارتمنت سيلولار. طيب قل الانترا فاسكولار فوليوم هيعمل لي هايبوفوليميا. هايبوفوليميا يبقى اورجان بيرفيوجن قل يبتدي يخش عندي ليفر فيلير ورينال فيلير. طيب هيمو كونسنتريشن انا هيمو كونسنتريشن دي هتزود لي ايه في الكاروتريات يبتدي يحصل عندي ديب فينوس ثرومبوز. فيبقى انا لازم وانا بمانج اي حاله من حالات الاو اتش اس اس السيناريو ده كله يبقى كبير ان انا ما اخليش العيانه يحصل عندها هيمو كونسنتريشن. لو قدرت ان انا احتفظ بالفوليوم بتاع البيشن من غير ما يحصل هيمو كونسنتريشن يبقى انا الجزء اللي هنا ده كده اهو منعته اللي هو الهايبوفوليميا والكونسيكونس بتاعها اللي هي الاورجن فيليا. طيب عندي تيشو اديما وعندي اسايتس وهيدروسوركس عالي الحاجات دي بتزود معايا في انها بتقلل الاورجن بيرفيوجن. انا في حاله معينه او عند ليفل معين
ممكن اخش واسحب الفلويد. هو ده كده اختصارا المانجمنت اللي في دماغي وانا بعمل او اتش اس اس. طيب انواعنا ايه؟ في عندنا ايرلي اونست وفي ليت اونست. ايرلي اونست احنا قلنا ان هما كلهم بيبقوا في ده ايه ستيبل اللي هو بيتريجر الفاينل اوسايت ماتوريشن والاوفيوليشن، ده نوع. والنوع الثاني اللي هو السبونتينيوس اللي بنتكلم الاول على انا بدي بدل ده، انا بديه على بيكون الاوفيوليشن ب 36 ساعه، ده بعد 3 ايام ولا حاجه هيعمل لي من 3 ل 9 ايام هيعمل لي الاوفيرمن ريسبونس اللي هي الايرلي او اتش اس اس. This form is not that dangerous. الايرلي او اتش اس اس ما هياش دينجرس. لو انا عامله لها كنترول، لو انا شفتها بدري وابتديت اعمل مانجمنت. ليه؟ لان انا اليوم الكرونيك جونادوتروبين اللي انا مديها من بره او وات ايفر انا هعمل تريجر الاوفيليشن ازاي؟ في الاخر هيقدر شويه وينزل. هي دي الفتره اللي بقول ان هي ايه هتقعد معايا كام يوم وتقل. انما الليت اونست او اتش اس اس ده بريجنسي، فالبريجنسي لما يحصل هيبتدي يطلع اتش سي جي على امتى؟ على 7-8 يوم بعد الاوفيوليشن، اللي هو على ما يبتدي يعلى بقى ويبتدي يتريجر معايا دي السندروم هيبقى على 10 يوم ل 17 يوم. دائما ابدا هو السيناريو كده، عيانه جابت بيض كتير نقلت لها 1 او 2 امبيريوس، تيجي على معايا البريجنس تيست، هي المفروض تعمل بريجنس تيست يوم مثلا الخميس، الاقيها مكلماني قبلها بثلاث اربع ايام، يا دكتور انا بطني وجعاني وعندي ديستنشن، اقول لها طب ماشي روحي اعملي بريجنس تيست. فهي قبل ميعاد البريجنس تيست بكام يوم بنلاقي انها ابتدت السيمتومز بتاعتها تكون. طبعا لو هو سنجلتون مفيش مشكله قوي، انما لو هي بقى دخلنا مالتيبل بريجنسي توينز مشكله، لو تريبلت او هاي اوردر المأساة هتبقى صعبة شوية. الليت اونست دايما بتبقى مور سيفير عن الايرلي اونست. الايرلي اونست بيبقى نصهم تقريبا مايلد وجزء مودريت. المايلد والمودريت او اتش اس اس دي ما تخافوش منها خالص، مفيش منها مشكلة خالص. المايلد دي ولا حاجة. المودريت انا اهميتها بالنسبة لي انها دي ايرلي ساين تو ديتكت ان ذيس بيشنت ماي جو انتو سيفير. ماي جو انتو كريتيكال. المدرك اهميتها ان هي الايرلي ساين اللي بقدر اشوفها. زي كده مثلا لما نقول مثلا في موتيفاشن بيقول ايه اول حاجه مثلا ساين اللي هي الفيتال تاكيكارديا، هي دي الحاجه اللي من الاول بتبين. انما مدرك باي سيلف ولا حاجه، يعني ولا ليها اي اهميه ولا هتلاقوا فيها كومبليكيشن ولا اي مشكله. ريسك فاكتورز العيانين الصغيرين يعني ايش اللو بادي ماس اندكس. فعلا احنا بنشوف ان العيانه اللي عندها او اتش اس اس الرفيعه دي ما بتستحملش الاو اتش اس اس بتخش في كبير، انما الويل بيرث اللي هم الهاي بلود ماس اندكس دول ما بتفرقش قوي معايا، بتلاقي عندها اسايتس فبطنها ماشيه وعادي وبتتنفس وما عندهاش مشكله خالص. الصغيره الرفيعه دي بطنها مش اصلا هي مش متعوده تبقى بطنها ديستنكت، فاقل ديستنكشن بيأثر عليها. بوليسيستيك اوفري سندروم طبعا هيستوري اتوبي سيرم استرادول عالي جالها قبل كده في الجلع دي كده او اتش اس اس، المره دي في مالتيبل فوليكلز، حد اداها عمال يشيها في يوم الفيرمينو جونادوتروبين، او لو واخده جونادوتروبين وليزنج هرمون اجنست بروتوكول هقول لك. يعني احنا عندنا البروتوكول، في عندنا الاجنست بروتوكول، في عندنا الانتاجونست. لو هي واخده اجنست دي نيجي معاها اكتر او اتش اس اس وهشرحها. الريسك فاكتورز تاني الانتروبيولر هرمون العالي اللي هو بتاع تي سي او، انتروبيولر فوليك كاونت العالي برضه اللي هو اكتر من 20 بتاع تي سي او. ان انا لما جيت بسحب كان في اكتر من 18 فوليك وانا بسحب، وما انا برضه ما بتكلمش على انا سحبت كام، احيانا انا اخش على 18 فوليك يطلعوا معايا 5 6. لا انا ما بحسبش عدد البيض اللي طلع، انا بحسب عدد الفوليكلز الموجوده، الفوليكلز دي هي اللي هتقعد تطلع معايا الريسكس. او الايتو اكتر من 5000، الايتو ما هواش يعني عامل سنسيتيف قوي. كلينيكال مانيفيستيشنز مش هخش فيها كتير عشان ما الوقت يعني. اهم حاجه بس في الكلينيكال مانيفيستيشن الالكترولايت. ايه الالكترولايت ديستيمنت اللي بيحصل معايا في الاو اتش اس اس؟ بنلاقي ان الصوديوم بيقل والبوتاسيوم بيزيد. يهمني قوي ان البوتاسيوم بيزيد، عشان كده لما بنيجي بنعمل فلويد مانجمنت انا حتى من غير ما اقيس للعيانه دي الالكترولايت انا المفروض اديها صوديوم وما اديهاش بوتاسيوم، هديها سلاين
وما اديهاش لكتيت درينك او درينك اللي عندك. وطبعا هديها ويندوز. ستيجنج بقى. ستيجنج للاسف في 100,000 ستيجنج دلوقتي اتش اس اس. في اللي بيستيج مايلد مودريت سيفير، في اللي بيقول مايلد مودريت سيفير كريتيكال، وفي اللي شال المايلد اللي ملهاش لازمه ويقول مودريت وسيفير. ففي ستيجنج كتيره قوي. عشان ما نتوهش في الستيجنج دي، المايلد دي ولا حاجه، شويه جي اي تي سيمتومز، شويه نوزيا، ميبي فوميتنج، مايلد ديستنشن، ابدومينال بين، انما ما فيهاش حاجه اكتر من كده.